إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مساء الخير عليكم جميعا. بنصور شقة النهاردة 110 متر الدور الثاني زي ما انتم شايفين كده. ده الفيو بتاعها على شارع رئيسي. شقة 110 متر، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، كاملة عدادات. والدور الثاني زي ما احنا شايفين كده، ده الفيو بتاعها والبلكونة. الشقة دي سعرها 280 ألف قابل للتفاوض. زي ما احنا شايفين كده، ده الفيو بتاعها بتاع الشارع. شقة الدور الثاني، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ. زي ما احنا شايفين كده الفيو، 110 متر، سعرها 280 ألف وقابل للتفاوض. ده الريسبشن بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده الريسبشن والمطبخ، مطبخ امريكان. الريسبشن زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وده باب الشقة اللي دخلنا منه. ده باب الشقة. ده أول غرفة. أول غرفة. احنا عند باب الشقه بالظبط، واقفين عند باب الشقه. الريسبشن اللي احنا شفناه، واول غرفه اهي. الحمام بتاعنا. بالبانيو. حمام مرتاح جدا. مساحته كويسه. وادي الغرفه الثالثه. الغرفة الثالثة بتاعتنا. الشباك بتاعها. الشقة جنب الخدمات كلها. الشقة جنب الخدمات كلها. الشقة بجانب كل الخدمات. زي ما احنا شايفين كده اهو. الشقة 280,000 قابل للتفاوض. 110 متر تقريبا. غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ. بنعود باب الشقة. السلم بتاعنا. وادي الفيو بتاعنا. الفراندة بتاعتنا كبيرة ما شاء الله. شقة الدور الثاني طبعا مش اخير. العمارة كلها ست دور، مرخصة ومسجلة جمعية قوات مسلحة. شقة في اسكندرية، 6 اكتوبر، العجمي، النخيل. زي ما احنا شايفين كده الشارع ده البحر، وسط جميع الخدمات. جميع الخدمات ومسجلة جمعية قوات مسلحة. الشقة، شقة مسجلة جمعية قوات مسلحة. مساء الخير عليكم جميعا. بنصور شقة النهاردة 110 متر الدور الثاني زي ما انتم شايفين كده. ده الفيو بتاعها على شارع رئيسي.
شقة 110 متر، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، كاملة عدادات. والدور التاني زي ما احنا شايفين كده، ده الفيو بتاعها والبلكونة. الشقة دي سعرها 280,000 قابل للتفاوض. زي ما احنا شايفين كده، ده الفيو بتاعها بتاع الشارع. شقة الدور التاني، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ. زي ما احنا شايفين كده الفيو، 110 متر، سعرها 280,000 وقابل للتفاوض. ده الريسبشن بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده الريسبشن والمطبخ، مطبخ امريكان. ده الريسبشن زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وده باب الشقة اللي دخلنا منه، ده باب الشقة. ده أول غرفة. أول غرفة. احنا عند باب الشقة بالظبط، واقفين عند باب الشقة، الريسبشن اللي احنا شفناه، وأول غرفة اهي. الحمام بتاعنا. بالبانيو. حمام مرتاح جدا. مساحته كويسة. وادي الغرفة التالتة. الثالثة بتاعتنا، الشباك بتاعها. الشقة جنب الخدمات كلها، الشقة جنب الخدمات كلها، الشقة بجانب كل الخدمات. زي ما احنا شايفين كده اهو، الشقة 280,000 قابل للتفاوض. 110 متر تقريبا. غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ. الأوضة للشقة، السلم بتاعنا. وأدي الفيو بتاعنا. الفراندة بتاعتنا كبيرة ما شاء الله. شقة الدور التاني طبعا مش اخير، العمارة كلها 6 دور، مرخصة ومسجلة جمعية قوات مسلحة. شقة في اسكندرية، 6 اكتوبر، العجمي، النخيل. زي ما احنا شايفين كده الشارع ده البحر، في وسط جميع الخدمات، جميع الخدمات ومسجلة جمعية قوات مسلحة. الشقة، شقة مسجلة جمعية قوات مسلحة. والله يا شباب، والله